الله يرحم الوالد. والله ما تبينش راسك، شوف حبس، ما تبينش راسك واعر. الله يرحم الوالدين، ما تبينش راسك واعر. ما تمشيش تبقى تقول يجيك الفضول ولا يغرك الشيطان باش تتفرج في داك الفيلم. حاجه مشبوهه فيها حرام، بعدها صافي. باتسيت. السلام عليكم، معكم اشبور فيديو جديد. اليوم نديرو واحد الفيديو دابا كنت صافي وصافي، خليها بالراس. انا ديجا هضرت لكم على سجين، فيلم سجين الا ما عقلتش عليه. اول فيديو منا بلا راه منا، المهم تفرجوا عليه راكم تما. كنت قلت لكم بلي راه حرام وكذا، ما خصكمش تفرجوا فيه. وعلاش وعلاش؟ حتى فيه السحر الاسود وكذا. ما علينا، واحد الدري دائما كيدير مغامرات وكذا، كل مره كيمشي للجبال، مره كيمشي. المهم راه دابا راه ضايض عليه بالباله وفات وكذا، وراكم عارفين على ما كنهضروا على الناس نس. دابا غنديروا عليه رياكشن. قالك السيد مشى فرش السجن هذاك اللي كيادي الناس وكذا، اللي حنا خايفين نتفرجوا فيه في دارنا، مشى تفرج فيه في دار مهجوره. قلت فل كيدير لها، الله اعلم. دابا غادي نديروا عليه رياكشن وغادي نشوفوا كيدير لها. المهم قبل ما نبدا، دير ابوني، سبسكرايب، لايك، كومونتير باش نشوفك، ندير لك تعليقات والكلب. المهم ندخل عند اسكرا. يلا نبدا خيك بالنس نسيا بالنس نديرو سجين ياك. اما ندخلوا هنا نشوفوا كاين سجين. ها هو دخل الفيلم سجين. ابن الناس ناس. ابن الناس ناس راي. ها هو الفيديو جاب له 600 كا تبارك الله، الله يزيد. ندخلوا نشوف هذا قبل يومين من داك. ها هو دابا راه ماشي. قسم بالله الدراري دخل فوق، دخلتها بزز. شوف 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 دخلها بزز حيت راه كاينه الدري العساس. عيط عليا البوليس. دال باش تعرفوه مريض، تعرف باش تعرفوه مريض. شوف شو كراه يدير، شوف راه خاطر يعني يقدر يقبضوا الاساس، يقدر يقبضوا اي واحد. اصاحبي راه ما خصك تدخل تسلج. هو يخاف من الاساس، ما خافش من الجنه. ودها هلا صاحبي كنضرب عليه البيل. الباب اللي ما عرفتش فين كاين، الباب اللي ما عرفتش فين كاين. لا لا بشكل بشكل هذا السيد بشكل. كنت باغي ندير عليه رياكشن ما جاش عارف، قسم بالله. بصح من دار هاد السجين وتفرج له فيلم فكا صاحبي، ما فهمتش اش راه يدير لي ريكورد بحال هكا. يا ربي ما يكونش الريكورد خير خير. الخلوه الله يلاه بيه. شو قد شو شو على بصر كده شهاد شي زعما السحور وكذا دخان بحال بحال اللي قلتي دخان خلاص في الحياه كيديروا. المهم كيدير السحور تما. المهم ما نطولوش عليكم السيد، هو راه باغي يفهمكم. اللي بغى يتفرج الفيديو تفرج الفيديو ديالو هو. السيد راه باغي يتفرج الفيلم سجن. سير اخويا بالنسنس، سير حنا معاك بالنسنس. متفق معكم. لا 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 شوف راه اي واحد يقدر يخاف، فهمتني؟ راه هي هو بحال اللي شجاع شويه كيتغلب شويه على الفخور. يقدر يكون عنده واحد النسبه تاع الخوف ضئيله بالنسبه لنا حنايا، يكون الانسان ماشي طبيعي، فهمت؟ باقي باقي كبير كبير بزاف. هذه كانت ما كانت يمكن شي فيها لابيسين وكذا، دابا ولات مهجوره. هنا تفرج ذاك الفيلم ديال وات ذا فاك. السيد بغى يتفرج فيلم في وسط فندق مهجور قال لك. المهم الخوت دابا هذا تفرجت له واحد النهار كان ياكل عقرب، ما عرف كي دار. تفرجت له انا وما واحد النهار مع الخمسه بكري وتصلينا الفجر وتفرجنا له انا وما ياكل له هذا العقارب وكذا. دابا راه دخل دجل شوفوا واش يدير في هذا الفيلم. تفرج الفيلم سجين، شوف شاي صرالو بعدا، شوفوا بعدا شاي صرالو. انا مازال ما تفرجت الفيديو الصراحه. يديروا كيفاش دايرين شي قال واحد النقطه الدراري ملي كتدخل شي خلوه وانت عريان راه معرض للمس اي لحظه، يقدر يصرفك شر دابا شي واحد. انت صاحبي راك عريان داخل دابا تماك، كيفاش كيف يعقل ما بغيتش انت دابا يسرق شي حاجه؟ يلا صاحبي سير تكمل اخويا بنفسك. شي واحد صرف قريب بالضف. والله الا كيتحداهم قسما بالله كيتحدى الزمن هذا. بدا سيد بدا سيد بدا يتفرج دابا. هذيك غتصلي ولا شنو؟ خويا الشيخ لا الشيخ هذا الصوت يتخلي. الله أكبر. هتصلي ولا شنو؟ سمعت الله أكبر سمعت؟ هم يتفرج ده. دابا دابا أنا كنت سمعني نتفرج على سجين دابا. خلعتني. والله يلا تخلعت. الله أكبر. خوتي خوتي بالرجولة. ندير نتفرج هذيك الغابة اللي كنت مشي لها، ندير فيها نتفرج فيها سجين. ولا لو تعالى أخوتي لا بغيتو نتفرج سجين في بوحدي في الغابة في الليل بالعقل ناقص. الله أكبر. يعاود معاك. ماشي؟ سمح له. تفكر هذا لاكو ولا لا صافي تفكر هذا هو سجين ولا هذا فيلم اخر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وش هذا الشر هذا؟
مشيت تفرج وما خايفش، قلت هي لا صعب هادشي في شكل. قال لك انت في الضو باش يدلك شي ضو ودعيت مريضة يا ربي ما يخلعنيش يا ربي ما يخلعنيش بالي والو هذا هو السجن اللي غلط شي دابا شي واحد خارج لها ولا شنو شنو هذا هو السجن يمكن هو هذا يمكن هذا هو السجن هو هو عايشة عند السحارة السحارة يا من شو السحارة والله هو معهم شوفوا الخيال انت هي تم الخيال اخويا ما نزلش شاشي فرا الخيال اخويا ما شفتها وزع اقول شو شوفوا شي خلايا اخويا الدراري تلفت لي هضا من سياسة طاح من طاح ولا دابا ولا هو زعما يشوف ميسياس اسم ميسياس اسم ميسياس شفت هو يدير بحاله شفت هو يدير بحاله بدا غير غير نفوت شويه اخوتي شوف شكل قلت انا ما بغيتش نسمع الصوال اخوتي راك عارف ودي واو ودي هذا شوف شكل خويا شي خلاني تناوي 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 والله لا تناوي قسما بالله سبت تناوي ما تبقاش تشوف هاد الصوره والله لا شفت يلاه غيبدا دابا باش يلاه غيبدا تي هي لا صاحب خويا هادشي ما خصنيش نشوفو انا انا هادشي خاطر انا به انا خواف حتى انا انا خواف انا خواف شحال قال كثير بلا كثير دابا قال لك جاي يقول لك دابا اذا ما كيدو هاد المشاهد باش انت ما تخاف تصلي الفجر شنو ما كيدير بحال هاد الصوالح في مولاكم بالله العظيم الدراري حتى تحركت شي حاجه هنايا ما يمكنش شنو باش تحرك ماشي يا بلاش تراجي ما سمعت والو انا ما سمعت والو انا ما سمعت والو الدراري واش عندك كنت راجي سمعت واحد الدراري بس اسكت واش انا عندي كيت مشي مشي هما هذوك ولا شنو سمع واو سمعت هذه سمعتها هذه سمعتها هذه سمعتها والله حتى كاين شي حاجه تما والله حتى كتحرك شي حاجه تما الدراري ودي هنا هذيك من الفيديو فول ما انا صاحبي واو انا غادي نطفي الضو الدراري وغادي نشوف عاوتاني شنو غادي يطرا طفك اصاحبي عاد طفي الضو اسمع هاد الصوت ديال العلي حاضر كنت انا والله ما قلت والله حتى نهرب صاخوتي الا بغيتوني نديرها في الغابه نديرها في الغابه انا هاني عندي هاني هاني نديرها في الغابه اخو صافي المهم كنتو غير في كومونتيرات المهم يا سلطان المهم شي 100 كافي ولا 10 كاجير نديرها ولا نديرها حق الله الراس ديال الدرع بسم الله الرحمن الرحيم صافي 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 اسمع انا ما سمعتش صافي ما قدرتش ادري والله الا بزاف والله الا بزاف وانا نوض كاع باش نبغي تزيد اصاحبي باش نبغي تزيد هادشي بشكل اخر اول فيديو ما غاديش نقدر فيه اول مره ما يقدرش السي طاشا كان يدير هاد بالنسنس ولا معكم مش عارف واش كيدير اول فيديو اول فيديو اول خصكم تفرجوا فيه باش تعرفوا واش كيدير اول فيديو دخل دخل لا ما الخوف الخوف هاجم غير يدري نشوف سيري خرج خرج بالراجل ولا نشوف واش خرجت تسمع سمع شي حاجه بشي هذاك راه لحمت تبورش عليا خايف غادي يخرج دابا ولكن هذيك تسمى كتسمى رد الفعل ديك واحد هنايا انا عارف تسيف لي تسيف لي بشي بشي مشكل شي حاجه شو السيد باغي يشوف الجن باغي يشوف الجن ترى مسكي كيدير خونا في الفيديو حرك شي حاجه هنايا هو ها صاحبي هو انا نقول لك انا نقول لك داك الشيء ما صالحش داك الشيء باش تفرجوا فيه ما صالحش الله يرحم الوالدين والله ما تبينش راسك شوف حبس ما تبينش راسك واعر الله يرحم الوالدين ما تبينش راسك واعر ما تمشيش تبقى تقول له يجيك الفضول ولا يغرك الشيطان باش تتفرج في داك الفيلم حاجه مشبوهه فيها حرام بعدها صافي باتسيت ما تزيدش تكمل نصيحه لكم اخوت داك الفيلم ما تفرجولوش صافي بقى جاوني في الكومنتات شي واحد بقاو 200 بالضحك يقول لي نتفرج له في رمضان ولا كيتفش راك غير تفش صح كيبقى صح لكن لا نضل تهز المهم الخوت كان هذا هو الفيديو ديروا ابوني ولايك وما تنساوش خليوها على الله خليها على الله هذا ما نقول اخوتي بيس الخوت ما تفرجوش الفيديو المهم اخوت شوف بغيتو ندير هذا الفيلم تفرج له في الغابه ديك الغابه لك مع اللي كندير فيها الفيديو شي مرات وكذا في وسطها في الليل كتبوها في الكومنتات المهم تهلاو بيه